بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة عند قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والجمع معناه الحشر، فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يجمعهم للحساب والجزاء. فالله ذكر بهذا وأكده بالقسم، أكده بالقسم من أجل أن يستعد العباد لهذا الموقف. وبدأ الآية بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، فهو الذي يتولى حساب عباده وجزاءهم لا غيره. ليس هناك آلهة تشاركه أو تدبر معه أو تحكم بين العباد، فالحكم له سبحانه وتعالى وحده في يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه. والريب والشك معناهما التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما. وقد نفى الله الريب عن هذا الخبر، فهو خبر متيقن مجزوم به لا يدخله الشك، كما يدخل غيره من الأخبار. لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله جل وعلا. وهذا تأكيد، بعد قوله لا ريب فيه قال: ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق حديثا وكلاما من الله جل وعلا. وقد أخبرنا بهذا الخبر العظيم، فهو صادر عن أصدق القائلين وهو الله جل وعلا. فلم يبقى عذر لمعتذر أو شك أو ريب لمتردد، وإنما هذا خبر يقيني قطعي. وما دام الأمر كذلك فلا بد من الاستعداد لهذا الموقف وهذا اللقاء. فإن الإنسان لو طلب منه مقابلة ملك من الملوك الدنيا أو مقابلة مسؤول من المسؤولين لرأيته يعد العدة لأجل أن يتخلص من ما يحصل في هذا اللقاء، فكيف وهو سيلاقي رب العزة والجلال الذي لا يخفى عليه شيء ولا ينفع عنده الكذب والأعذار والبهرجة؟ فلا بد من الاستعداد لهذا الجمع العظيم. ومن أصدق من الله حديثا، ثم قال جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعمل ذلك خداعا للمسلمين لأجل أن يعيش بينهم و
يأمن على دمه وماله وأهله، فهو أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ولذلك سمي بالنفاق، من النفاق وهو الخروج، لأنه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما كان المنافقون هم الذين يشكون في أخبار الله عز وجل وفي كلام الله عز وجل، فإن الله ذكرهم قبل غيرهم، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، فهم يظهرون الإيمان بالآخرة ولكنهم يكفرون بذلك في قلوبهم. وأما الكفار الأصليون المصرحون فإنهم ينكرون البعث صراحة، وقد حكم الله عليهم بالكفر كما سبق، لكن هؤلاء المنافقون يتظاهرون بالتصديق والإيمان بالبعث لكنهم يكفرون به في الباطن، فالله جل وعلا ذكرهم بالذات في هذه الآية. وقد اختلف العلماء ما المراد بهؤلاء المنافقين، فقيل هم الذين أسلموا ولم يهاجروا، هم أناس أظهروا الإسلام ولم يهاجروا، وهم في الباطن كفار، ظهر منهم أنهم لا يصدقون بقلوبهم ولكنهم يتظاهرون بالإيمان والإسلام خداعا ومكرا. فمن المسلمين من قال نقاتلهم، لأنهم لو كانوا صادقين في إيمانهم لهاجروا مع المسلمين، فتركهم للهجرة مع قدرتهم عليها وانحيازهم عن المسلمين دليل على عدم صدقهم في الإيمان، فيقاتلون كما يقاتل الكفار الصرحاء. ومن المسلمين من قال نحن نكلهم إلى الله ونقبل ظواهرهم ونعاملهم معاملة المسلمين فلا نقاتلهم. ومن العلماء من قال المراد المنافقين الذين رجعوا من غزوة أحد وانعزلوا عن المسلمين بقيادة كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقد رجعوا من الطريق ما بين المدينة وأحد قبل القتال. الصحابة اختلفوا فيهم، هل يميلون عليهم ويقتلونهم أو أنهم يتركونهم ويكلونهم إلى ما يظهرون من الإيمان؟ ولهذا قال جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين. وفعل هذا يكون المراد بالمنافقين المنافقون الذين في المدينة، وهم أتباع عبد الله بن أبي بن سلول. قال الله جل وعلا والله أركسهم بما كسبوا، فالله جل وعلا أركسهم أي ردهم على أعقابهم، فلم يمضوا في طريق الهجرة مع المسلمين أو لم يمضوا في طريق القتال مع المسلمين، لأن الذي ردهم عن الهجرة أو عن القتال إنما هو نفاقهم، فلا يخرج للمعركة ويجاهد ويصبر على القتل والجراح إلا مؤمن صادق الإيمان. أما هؤلاء
فإنهم ليس فيهم إيمان يدفعهم، وهم جبناء ويحرصون على الحياة لأنهم لا يؤمنون بما بعدها، يحرصون على الحياة الدنيا لأنهم لا يؤمنون بما بعدها من البعث والنشور الذي أخبر الله عنه في الآية التي قبل هذه الآية.